دكتورة ميسم صباح النور. صباح الورد، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك، شكرا كثير لحضورك معنا. يعني تحديدا 1.93 مليون إصابة بسنة 2020، وفاة 916,000، أي أقل بقليل من نصف الحالات الإصابات بالسرطان. أخبرينا إلى ما يدل هذا الرقم، علما بأنه الخبراء بيأكدوا أنهم بالإمكان الوقاية من سرطان القولون والمستقيم إلى حد بعيد. صحيح، صباح الخير ونتمنى السلامة للجميع. سرطان القولون من أكثر السرطانات التي يمكن الوقاية منها، لا بل وتشخيصها حتى لو حدثت مبكرا والشفاء منها، ولكن هذا بحاجة إلى حملات توعية بحيث أن تعرف الناس كيف يتم الفحص المبكر لهذا الورم، كيف يتم الحماية والوقاية، وطرق العلاج طبعا بحاجة بعد التشخيص أن تكون بأيدي الأطباء المتمرسين. نعم. سرطان القولون أحيانا لا يعطي إشارات، ولكن يكون مفهوم من السيرة المرضية، بمعنى الشخص اللي عنده أمراض قولون طويلة المدى مثل التهاب القولون التقرحي، مرضى تحسس القمح مثلا، مرضى عند عائلاتهم سرطانات قولون بأعمار مبكرة وحتى لو بأعمار متأخرة، يجب أن يلجأوا إلى أمور التنظير والكشف المبكر. هنالك أيضا فحص للبراز للدم الخفي، يجب أن يعمله كل شخص فوق عمر 45 إن لم يكن بعائلته أو رام، وفوق عمر 40 إذا كان مصاب في العائلة إذا كان بالعائلة إصابات بعمر مبكر. نعم. هنالك مثل ثواليل القولون المتلازمة التي تحدث في بعض العائلات ومنسميها الفاب أو الفاميليا الأدينوماتوس بوليبوسيس، هدول الناس لازم يبلشوا أبناء العائلات هاي يعملوا تنظير القولون ويشوفوا إذا مصابين أو لا. وبنعرف طيب، بتطور العلم أصبح عندنا فحص الجينات كمان لمرضى الفاب. يعني مهم ما تحدثتي به فعلا للتوعية من هذا المرض، ولكن إلى أي مدى بتأدي الحملات السنوية مهمتها في رفع مستوى الوعي حول هذا النوع من السرطان وأعراضه وعوامل الخطر المرتبطة فيه؟ وهل بلداننا العربية دكتورة مدركة لأهمية التوعية حول هذه الأمراض بالتحديد السرطان، سرطان القولون؟ القولون الصحيح أنه الحملات مقصرة إلى حد ما بأغلب المناطق، يجب أن تكون أكثر انتشارا، يجب أن تكون فيها شيء من الإجبار إلى حد ما، لكن هذا يتم طبعا القيام به عندما تكون كافة طبقات الشعب مؤمنة طبيا. أحيانا يكون الإحراج بأن المريض غير مؤمن وغير قادر على الدفع. نحن مثلا عندنا بالأردن الحمد لله إذا أنت أي شخص عملت له الفحص وتبين أنه عنده، ممكن يتحول للإعفاء للسرطان، بس كمان بدنا توعية أكبر، بدنا توعية على الأعراض، بدنا توعية أنه ما نسمع لبعض بالأعراض ونعالج بعض من علاج جارة أو الصديق أو القريب. أي عرض جديد على الجهاز الهضمي، أي دم من الشرج، حتى لو كان في مثلا بعض الناس بتتحجج بالبواصير فتعزي الدم إلى البواصير، لا يجوز التغاضي عن أي عرض. تغير حركة الأمعاء مثلا من الإمساك إلى الإسهال وبالعكس، أو أي تغير جديد على وجع بطن، على نفخة، خصوصا بالأعمار المتقدمة وأيضا في الناس اللي في عائلاتهم أمراض قولون. نعم. غير حميدة يعني أورام قولون، ارتباطه وثيق مثلا مع سرطان الثدي، فأي عائلة فيها سرطان الثدي أيضا يجب أن تعمل مسح مبكر بحثا عن سرطان القولون. وأرى أن التوعية جانب ضروري لم يعطى حقه الكامل بعد في بلداننا. نعم. طيب دكتورة، من المتعارف عليه أنه خطر سرطان القولون والمستقيم ممكن أنه يبدأ بعمر 45 سنة وما فوق، ولكنه بدأ ينتشر بين الأفراد الأصغر سنا، وهي الظاهرة طبعا بدأت بمنتصف التسعينيات. هل بتعتقدي أنه السبب فقط تغير العادات الغذائية اللي شهدها النصف الثاني من القرن العشرين؟ لأي مدى هناك ربط بين الموضوعين؟
حقيقة إنه بلش العمر صحيح اللي منشوف فيه سرطانات القولون يكون أصغر، قد يكون مرتبط بإهمال الناس للصحة والرياضة، زيادة نسبة التدخين وهو سبب أساسي، الإكثار من أكل اللحوم والوجبات الغذائية السريعة، اللحم الحمراء مرتبطة ارتباط وثيق بزيادة نسب أورام القولون، الأكل المدهن عادة والدسم والأكل الوجبات السريعة له علاقة، الدخان له علاقة، وأيضا قد يكون الضغوطات النفسية عالميا عم بتتم دراسة ارتباطها بالسرطانات كافة، فقد يكون لها دور لا يجب تهميشه. ونقدر نحكي انه العمر 45 هو عمر بداية المسح، لا يعني ان الورم أشهر عمر له 45 هو تقريبا 10 سنوات بعد ذلك، ولكن العلم يقوم بعمليات المسح والكشف المبكر بعمر أبكر، بحيث ما نعطي فرصة لهذه الثواليل الصغيرة والنتوءات في القولون حتى تصبح سرطان بعمر الخمسينات فما فوق. نعم. طيب، الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية اعتبرت أنه سرطان القولون مرتبط بالتدخين، لماذا برأيك وما هي المسببات الأخرى؟ عفوا. التدخين عامل أساسي لحد الآن بكافة الأبحاث بكل السرطانات، يعني حتى بسرطان مش بس الرئة، حتى سرطان الحنجرة، سرطان المريء، سرطان المعدة، سرطان القولون، بالمثانة وبالسرطانات النسائية لا زال التدخين أحد الأسباب الرئيسية. لابد هنالك مادة تؤثر سلبا على جينات الأورام وتفعلها أو تساعد بأنه الجينات التي تقتل الخلايا السيئة بتضعف. لا أعلم حد الآن، ما في دراسة معينة محددة للسبب، ولكن الارتباط بالمشاهدة تسمى observational، هو ارتباط وثيق. نعم. طيب دكتورة، ما هي التحسينات التي يمكن أن يجريها المرء على نمط حياته ممكن أنه تساعده بتجنب الإصابة بسرطان القولون؟ طبعا النمط الغذائي السليم، الاكثار من الخضار والمواد المؤكسده، الابتعاد عن الاكل المقلي بزيوت مشبعه، الابتعاد عن الدسم، والابتعاد عن السكريات، والابتعاد عن اللحوم الحمراء في حاله قولون سرطان القولون، الالتزام بالرياضه ودائما اعطاء الجسم فرصه لتجديد طاقته الايجابيه والقضاء على الطاقه السلبيه، المسح المبكر، وهذا يبقى الشيء الاساسي والاول، من خلال عمل فحص البراز للدم الخفي، من خلال الانتباه إلى أي عرض حديث، من خلال الانتباه، الطبيب كمان واجبه يوعي أي نفر في بعائلته أورام كيف يبلش وبأي عمر يبلش وإمتى يبلش، وإجراء عمليات التنظير بعد عمر 45 لمن ليس فيه في عائلته أورام، أو عمر 40 لمن في عائلته أورام أو أصغر من ذلك إن وردت الأورام بعمر أصغر. نعم. بحيث يكون 10 سنوات أصغر من عمر المصاب. إذن الاستشارية في الأمراض الباطنية وأمراض الجهاز الهضمي والكبد الدكتورة ميسم عكروش، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من عمان. شكرا.